عندي كويز، نمشيو للكويز، نمشيو للكويز ونمشيو للكويز نتاع الرابيديتي، السرعه مع فيرست. هذاك علاش نحب نسالكم سؤال يتعلق ديما بالرابيديتي والثقافه العامه نتاعكم انتم والثقافه الكرويه نتاعكم. اليوم السؤال: شكون صاحب اسرع هدف في تاريخ البطوله الايطاليه؟ هل هو روبرتو باجو، فرانسيسكو توتي، والا من البرتغال لاعب ميلان رافائيل لياو؟ شكون حسب رايكم امين اخر واحد؟ اخر واحد امين، اخر واحد مثلا، خاطر ديجا التنهيده هذيك نتاع واحد عنده الريبون. وليد اقول لياو. ايه قال لك لياو. هاي سي رضا، شكون باجو، توتي، والا لياو؟ مادام وليد قال لياو انا نقول باجو. ده ساعات راك تتبع وليد تنجم. لا ما نهمش حتى بغيت نعرف روحي باش نربح ولا لا. باجو. باهي انيس، انيس باجو معايا انت. مادام سي رضا قال باجو توتي. لا باهي متفاهمين يا جماعه. على مين باش يعطينا الاجابه الصحيحه؟ باجو عندي، عند باجو عند سي رضا، وعندي توتي عند انيس، وعندي لياو عند وليد. الحسم عندك انت يمين. قول له انشيلوتي، قول له انشيلوتي. نمشي اكثر لياو. لياو زوز، لياو واحد، باجو واحد، توتي. اسرع هدف في تاريخ الدوري الايطالي ماركيه رافائيل لياو. تصفيق على امين وليد. ربحوك. ديسمبر 2020 البونتو ضد ساسولو. خليني نفسر لك البونتو وقتاش ماركا باش تفهم قداش سريع الهدف هذا. ماتش ميلان وساسولو 6 ثواني ماركا فيهم الهدف لياو، نهارتها حطم الرقم القياسي نتاع اسرع هدف في السيريا. اش قلت سيريا؟ في عام، في عام 2020. المرة الجاية الكويز نتاعك قول هذه لي انا ما عادش تقول على الوليد. كيفاش قلت؟ والله لا فهمت. انت قلت لي على الاجابة. اعطيتك اجابة معناها انا. شنو هي مصلحتي انا سيريا؟ تحبوا يربحني كهو هذيك ما نعرفك انا اخي ما نعرفك. تعرف شنو المصلحه الوحيده؟ خلينا نمشي نكمل لكم بعض، نرجو نحكيو على الكره اهم حاجه. نحكيو على الرابيديتي وقت اللي نحكيو على الرابيديتي. سي سي سكوند 1922 نحكيو ديما على السرعه، على خاطر نحكيو على اسرع شركه توصيل في تونس، فيرست ديليفري، الشركه 100% تونسيه، اول شركه نتاع التوصيل في تونس. فيرست ديليفري موجوده على ذمه الحرفاء نتاعها ديما 7/7 من نهار الاثنين حتى نهار الاحد في 24 ساعه فقط، توصل لكم المنتجات نتاعكم لاي بلاصه على كامل تراب الجمهوريه. فيرست ديليفري هي الشركه اللي مشروعك يكبر معاها وبالك مرتاح.